السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في القسم والنشوز. فصل في القسم والنشوز، هكذا بفتح القاف وإسكان السين، القسم بخلاف القسم بمعنى اليمين، وبخلاف القسم بمعنى النصيب. وهو يعني يتحدث فيه الماتم رحمه الله تعالى عن أحكام القسم عند تعدد الزوجات. اتفقنا أن الرجل الحر له أن يجمع بين أربع زوجات في آن واحد، فعند التعدد هناك حقوق تجاه هذا التعدد، حتى لا يظلم ولا يقع العبد في مظلمة يسأل عنها أمام الله. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه استحب للرجل أن يقتصر على امرأة واحدة فقط، خوفا من هذه المساءلة. استحب للرجل أن يقتصر على زوجة واحدة فقط، خوفا من تلك المساءلة أمام الله، لأن الأمر خطير، لأنك مطالب بالعدل. طبعا ميل القلب هذا يعني لا حيلة فيه، ولكن العدل في المبيت والعدل في النفقة وأمر صعب جدا بين الزوجات، صعب جدا، ولا يقدر عليه إلا رجل صاحب تقوى عالية لله تعالى. فإذا كان إمام كالشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخاف من التعدد بسبب هذا الأمر، فكيف يتجرأ الواحد منا وبدون سبب على أمر التعدد؟ إن كان هناك عذر، إن كانت هناك حاجة، أنت محتاج. لكن التعدد لمجرد التعدد، أو كما يدعي البعض أنه سنة، لا، هو ليس بسنة، هو أمر مباح. مباح، حكمه أنه مباح لمن علم في نفسه أنه يقوم بحق الزوجة الأخرى، لمن وثق في نفسه وديانته وأمانته أنه يقوم بحق الزوجة الأخرى. فإن لم يثق فيحرم عليه أن يقدم على هذا الأمر، لكنه ليس سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل بزوجة واحدة ثلاثة وعشرين عاما. السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها 23 عاما مكتفيا بالسيدة خديجة فقط رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم يتزوج عليها إلا بعد أن ماتت، وكان ذلك لمصلحة الدين ولمصلحة الرسالة ومصلحة التبليغ. فهذا الفصل يتحدث فيه الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الأحكام. تفضل يا شيخ محمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. فصل في أحكام القسم والنشول. والأول من جهة الزوج والثاني من جهة الزوجة. الأول اللي هو القسم من جهة الزوج لأنه واجب على الزوج، والثاني يعني النشوز من جهة الزوجة لأن النشوز غالبا ما يقع من جهة الزوجة. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها الذي هو طاعة الزوج ومعاشرته بالمعروف وتسليمها لنفسها، تسليمها لنفسها وملازمة المسكن. فإن خرجت من بيت الزوجية دون إذن ودون ضرورة تكون ناشزا، وإذا تمنعت عن زوجها ولم تسلم نفسها لزوجها فبدون أيضا عذر شرعي فهي أيضا ناشز. فالنشوز معناه ارتفاعها وتكبرها عن أداء الحق الواجب عليها. نعم. وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، يعني ابتداء يعني لا يجب عليه القسم ابتداء، يعني ممكن مثلا يذهب، يعني ممكن أن يبيت في بيت آخر غير بيت الزوجتين، يعني ليس واجبا عليه القسم، ليس واجبا عليه القسم ابتداء، لكنه لو بات عند واحدة ليلة وجب عليه أن يبيت ليلة أخرى عند أختها، لكن هو ابتداء لا يجب عليه المبيت أو القسم في المبيت عند زوجتيه. ممكن يبيت في بيت أمه أو في بيت خاص به، وممكن مثلا يذهب يزور هذه مرة بالنهار وهذه مرة بالنهار هكذا، لكن القسم ابتداء لا يجب عليه. لكن لو بات عند واحدة ليلة وجب عليه أن يبيت عند ليه؟ عند الأخرى مثلها. يبقى هذا معنى قوله لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، يعني أي لا يجب عليه ذلك ابتداء، لكنه لو بات عند واحدة وجب عليه ليه؟ أن يبيت ليلة عند أخرى، وممكن أن يترك القسم بعد ذلك ويرجع لمعيشته التي يعيش فيها. يبقى ننتبه إلى هذا إلى هذا الحكم. حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم. يعني هل يفترض على الرجل أن يبيت عند زوجته في بيتها حتى ولو كانت واحدة؟ ليس فرضا، ليس واجبا، يعني لا يجب عليه ذلك. ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت. نعم. ولا الواحدة أيضا بأن يبيت عندهن أو عندها، لأن ذلك من باب التحصين، التحصين والإعفاف لهن. نعم. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل أربع ليال عن ليلة. نعم. فالتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى. أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا. يحرم أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا بالرضا، يعني واحدة رضيت بذلك. لكن الأصل أنه يجب عليه أن يوفر لكل واحدة منهن مسكنا خاصا بها، لكن يحرم عليه، يحرم أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد. نعم.
وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثل مثلاً فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له. يبقى الإنسان الذي عمله بالنهار أشغاله بالنهار يكون وقت أو زمان القسم بالليل، يبيت الليل من المغرب إلى الصباح عند زوجته، ويحرم عليه في هذه الليلة أن يدخل عند زوجته الأخرى، يحرم ذلك. وإذا جاءت الليلة الثانية يبيت عند أختها ليلة مثل التي باتها عند الأولى، ويحرم عليه في هذه الليلة أن يدخل عندها. ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له. مثلا من كان عمله بالليل كمثلا كالحراس العمارات، حراس الهيئات العامة، حراستهم بالليل، عملهم بالليل، فتكون نوبتهم بالإيه؟ بالنهار، فبالنهار نوبة لواحدة وفي النهار الثاني النوبة للثانية. يبقى من كان عماد عمله بالليل فالنوبة تكون بالإيه؟ بالنهار. ومن كان عماد عمله بالنهار فالنوبة تكون عنده بالإيه؟ بالليل. نعم. ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، أي يحرم ذلك. فلا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، يعني أي يحرم ذلك. فإن كان لحاجة كعبادة ونحوها، كعيادة ونحوها، يعني مصحح بعض النسخة التي معكم مكتوب فيها كعبادة كعيادة، نصححها، نضيف نقطة بجوار النقطة الأخرى كعيادة. فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها، مثلا الزوجة الثانية مريضة يعني مرض شديد تحتاج لخدمة الزوج، ممكن أن يذهب لعيادتها. وإن طال أو أطال عندها المدة فلا بد وأن يقضي نفس المدة الزمنية لزوجته الثانية، لأنه أخذ من حقها. انظر يعني، لذلك الإمام الشافعي قال الاقتصار على واحدة أفضل. هندخل في باب يعني حساب والدقيقة ستحسب عليها أمام الله. يعني إن دخلت عند الزوجة الأولى وأطلت عندها لغير داع أو ضرورة تحاسب عليها أمام الله، وتأتي يوم القيامة أعرجا مائلا، تعرف بين أهل المحشر بذلك بأنك لم تكن تعدل بين زوجاتك. فما الذي يعني يدخلنا في هذا الشأن؟ نعم. فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، وحينئذ إن طال مكثه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه. فإن جامع قضى زمن الجماع لا نفس الجماع إلا إن قصر زمنه فلا يقضيه. فإن جامع قضى زمن الجماع، يعني فإن جامع يعني امرأة في غير نوبتها، إن جامع زوجته في غير نوبتها في نوبة أخرى يقضي لها زمن الجماع لا نفس الجماع، لأن الجماع هذا أمر يتعلق بالرغبة والشهوة، يعني قد تكون هناك شهوة الآن وقد لا تكون هناك شهوة في الوقت اللي عند الزوجة الأخرى، لكن الذي يقضيه زمن الجماع، مكث عندها حتى جمعها وقضى حاجته واغتسل وأكل ساعة أو ساعتين، يقضي هذه الساعة أو الساعتين للزوجة الأخرى. وإذا أراد من في أنتم شافعية أم غير شافعية؟
أنتم مع إمامكم أنتم مع إمامكم يعني الاكتفاء بواحدة يعني الواحدة تكفي طبعا خصوصا إن كنت طالب علم يعني إن كنت طالب علم فالواحدة إن قسمت 24 جزءا تكتفي منها بجزء واحد في الواحدة يعني إن كنت طالب علم لكن يعني أهل الله وطلاب العلم ليس عندهم وقت للتوسع في الملذات وفي المباحات نأخذ من الدنيا على قدر الحاجة زادنا كزاد الراحل والمسافر ليس عندنا وقت الأمة في أحوالها وفي أزماتها التي تعيشها يعني لا تجعل وقت للعالم أو لطالب العلم في أن يعني يتنفس يعني نحن معنا زوجة واحدة ولا نستطيع أن نؤدي حقها بسبب كثرة يعني الأشغال وكثرة الهموم فطالب العلم خصوصا في هذا الزمن في هذا الزمن الاقتصار على واحدة أفضل إلا إن كانت هناك ضرورة أو حاجة نعم وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن أقرع بينهن يعني وجوبا هو عنده أكثر من زوجة ويسافر من يأخذ في السفر هل هذا لمزاجه لا يقرع بينهن فمن خرجت عليها القرعة هي التي تسافر معه ليس للتشهي وليس للمزاج نعم وخرج أي سافر بالتي تخرج لها القرعة ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا لا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا يعني هل التي لم تسافر معه حينما يعود يقضي لها مدة السفر لا يقضي لماذا لأنها جلست في راحة وسكينة في بيتها لم تتحمل عناء السفر الأخرى التي سافرت معه تحملت عناء السفر ومشقة السفر فهذا في مقابل ذاك يعني التي سافرت معه ليس السفر مزية لا وإنما تحملت مشقة السفر وتعب السفر بخلاف الأخرى لم تتحمل ذلك نعم فإن وصل مقصده وصار مقيما لأنه إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن ساكن المسحوبة معه في السفن في السفر قال الماوردي كما قال الماوردي وإلا لم يقضي يبقى هو مدة السفر ذهابا وإيابا لا تقضى لكنه سافر وقرر الإقامة أكثر من 4 أيام يعني 4 أيام خالصة فأكثر لا هذه المدة التي صار بها مقيما حينما يرجع يقضي هذه المدة للزوجة الأخرى إن ساكن المصحوبة معه في السفر في هذه المدة إن ساكنها يعني إن كان يبيت معها في هذه الأيام 4 أو 5 أو أي عدد الذي يقضي حينما يقضي للزوجة الثانية حينما يرجع يبقى عندنا اتفاق مدة السفر ذهابا وإيابا لا يقضى يعني لا تقضى للزوجة الثانية عند العودة لكن
إن سافر ووصل إلى البلدة التي يعني نوى السفر إليها ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام يعني أصبح مقيما حينئذ إيه؟ حينما يعود يقضي للزوجة الثانية تلك الإيه؟ المدة التي أقامه بشرط أن يكون قد ساكن التي صحبها معه في هذه الأيام. ساكنها يعني كان يبيت عندها ويقضي أكثر وقته معها. لكن هو اصطحبها ولكنها كانت في مكان وهو في مكان آخر يقضي المصالح ولم يساكنها في هذه الأيام، فلا قضاء للأخرى عند العودة. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته، وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما ولو كانت أمة وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها ب7 ليال متواليات إن كانت تلك الجديدة بكرا. قال وإذا تزوج الزوج جديدة وكان عنده زوجات أخرى، يعني هذا الحكم خاص بمن تزوج جديدة وكان عنده زوجات أخرى، سيقسم بينهن بعد ذلك. لكن تزوج جديدة وليس عنده زوجات فلا يشمله هذا الحكم، يبقى هذا الحكم خاص بمن تزوج جديدة وعنده زوجات أخرى سيقسم بينهن بعد ذلك. ففي هذه الحالة إن كانت هذه الجديدة بكرا اختصها وجوبا ب7 ليال متواليات، يعني يبيت عندها ب7 ليال متواليات، حتى قال أئمتنا الشافعية يحرم عليه أن يخرج للجماعات وعيادة المرضى إلا برضاها، نص على ذلك أنه يحرم عليه أن يخرج للجماعات وعيادة المرضى لا يخرج من بيتها إلا بإذنها ورضاها في هذه الأيام السبعة. هذا خاص بليه؟ بمن تزوج جديدة وعنده زوجات، لأن هذه البنت البكر تحتاج إلى إزالة الوحشة، وإزالة يعني الوحشة لابد فيها من الأيام المتتالية، بخلاف الزوجة الواحدة الذي ليس عنده زوجات هو معها العمر كله، فلا يحتاج إلى إذنها ورضاها في الخروج إلى الجماعات وعيادة المرضى. لكن ننتبه ندقق ونضبط الكلام والفهم، كلامنا في الجديدة التي لها ضرائر له زوجات أخريات سيقسم بينهن. فالجديدة إن كانت بكرا، قلنا بكرا يعني لم تزل بكارتها بوضع حلال أو حرام، إن كانت جديدة قضى عندها 7 ليال متواليات، وإن كانت ثيبا قضى عندها 3 أيام متواليات، 3 أيام متواليات. الطبعة التي معكم هذه فيها سقط، يعني نكتبه معا. قال
بسبع ليال متواليات إن كانت تلك الجديدة ثيبا. هذه الكلمة خطأ. إن كانت تلك الجديدة بكرا. الذي معه هذه الطبعة يصحح معه. قال بسبع ليال متواليات إن كانت تلك الجديدة اشطب على ثيب. هذه خطأ. اكتب بكرا. إن كانت تلك الجديدة ايه بكرا. صححتم. ثم اكتب رقم كده واحد واصعد الى اعلى الصفحة لان هنا سقط. افتح يعني قوس قوسين. افتح قوس واكتب خلفي. ولا يقضي للباقيات. ولا يقضي للباقيات. فصلة. وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبا. وأغلق الخوص. ها تاني. ها ولا يقضي للباقيات. فصلة. وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبا. أغلق القوس. كتبتم يا شباب؟ أعيد ثالثة أم كتبتم؟ ها كتبتم. يبقى اقرأ بقى الكلام يا شيخ محمد كامل. وهو يبيت وإذا تزوج من أول. وإذا تزوج الجديد الزوج جديدة. وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما. حتما يعني وجوبا. ولو كانت أمة وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها بسبع ليال متوالية إن كانت تلك الجديدة بكرا. ولا يقضي للباقيات وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبا. يبقى البكر تخص بإيه؟ بسبع ليالي. والثيب تخص بإيه؟ بثلاث ليالي. هذا في حالة إيه؟ إن كان عنده إيه؟ زوجات. لكن إن لم يكن عنده ذلك فلا يجب. فلا يجب عليه هذا الإيه؟ التوالي لأنها معه. نعم. فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لم يحسب لها ذلك. نعم. لأن الوحشة تزور بالإيه؟ بالتوالي بالأيام المتتالية. فلو فرقها يعني بات ليلة عندها والليلة الثانية قال يعني نويت باعتكاف هذه الليلة في المسجد أو نويت قيام الليل في المسجد لا نقول له تعيد من أول. سبع ليالي يعني متتاليات. هذا يعني مهم. كان يعني واحد من أحبابي والدي رحمه الله تعالى كان شيخا صالحا يعني فتزوج في العشر الأواخر من رمضان. يعني أغلقت الدنيا أمامه فلم يجد يعني إلا العشر الأواخر من رمضان للزواج فيها. ففي ليلة العرس بعد يعني أن أوصلوه إلى بيته بعد يعني صلاة العشاء والتراويح بعد ساعة وجدوه يعني ينزل إلى المسجد. أين يعني ماذا تفعل؟ يعني كيف أترك العبادة يعني في هذه الأيام؟ وطبعا يعني خائف يعني عنده رهبة من الزواج. فيعني أخذوه بالقوة وأصعدوه إلى أعلى وقالوا له يعني عبادتك هنا في هذه الأيام تفضل. بل يوفي الجديدة حقها متواليا ويقضي ما فرقه للباقيات. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة يعني بدأت تظهر على المرأة أمارات النشوز.
مثلا أخوك خروجها من المنزل بغير إذن، عبوسها في وجهه، طريقتها في الرد على الزوج يعني متغيرة وفيها شيء من سوء الأدب وسوء الاحترام، فبدأت تظهر أمارات النشوز والترفع عن طاعة الزوج. قال إيه؟ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر وعظها، وعظها يعني ذكرها بالله وذكرها بالعواقب، ذكرها بما أعد الله تعالى للزوجات الطائعات، وحذرها ورحبها من عقوبة يعني مخالفة الزوج. والزوج وهو يذكر هو في الحقيقة يخاف على زوجته من غضب الله ولا يبحث عن نفسه، يعني هذه قضية مهمة للغاية. أنت طائذ الزوجة خوفا عليها ليس طلبا لحظ نفسه، ولكن خوفا عليها من عقاب الله. يا أختي، يا ابنتي، يا زوجتي، اتق الله، الله يغضب عليك، الله يعني لا تتعاملي مع شخصي ولكن تعاملي مع مقامي. هناك فارق بين المقام وبين الايه الشخص. أبي قد يكون سيئا شاربا للخمر، ولكن هو أبي، مقامه أبي، أنا تحت قدمي، هو أبي، مقامه مقام الأبوة، أيا كان صفته هذا بينه وبين الله. كذلك الزوج له مقام مقدس معظم في الشرع. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، مقام شريف جدا، مقام عظيم جدا. فدائما نعظ الزوجة بأن تنظر إلى مقام الزوج لا إلى شخص الزوج، لا إلى عيوبه، لا إلى تقصيره، ولكن إلى إيه؟ مقامه. المقام هو مقامه مقام الزوج، هذا المقام معظم عند الله، عظمه الله تعالى. فيعظ الزوج زوجته بلا ضرب ولا هجر لها. مشايخنا يعني يقدموا على الوعظ المعاشرة بالمعروف، يعني يقدموا على الوعظ الايه الإكرام والمعاشرة بالمعروف وتحمل الإساءة ومقابلة الإساءة بالإحسان، يقدم ذلك على الوعظ. أنا لا أرى نفسي، سيدي الإمام الشعراني يحكي عن أحد شيوخه أنه قال له منذ، هو سيدي عبد الوهاب الشعراني كان يبيت عند شيخه هذا في 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 ليلة، فسمع يعني صوت امرأته عاليا ولسانها يعني فيه بذاءة، فكلمه يعني فقال له يا بني منذ 57 سنة وأنا لم أبت ليلة معها وأنا على وفاق معها أبدا، يعني منذ 57 سنة كل ليلة نكد، كل ليلة نكد 57 سنة. فقال له يعني طلقها. قال له يا ولدي العيب فيا، العيب فيا، أنا الظالم وهي المظلومة، أنا بتقصيري في حق الله تعالى الله سبحانه وتعالى يسلط علي هذه الزوجة. فقبل الوعظ وقبل أن تتهم زوجتك بالنشوز،
تحدث مع نفسك أولا وانظر أين أنت من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك طائف من باب إصلاحها هي، لا من باب حظ نفسك، من باب أنك تخاف عليها من عقاب الله تعالى وغضب الله. نعم اقرأ. وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر لها كقوله لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم وليس الشتم للزوج من النشوز بل تستحق وليس الشتم للزوج من النشوز، يعني الشتم المراد به الردود التي غالبا ما تصدر من النساء. يعني السيدة عائشة كانت تقول لسيدنا رسول الله أأنت الذي تزعم أنك نبي، يعني في وقت ليه حينما تكون يعني غاضبة تقول له هكذا أأنت الذي تزعم أنك نبي، فيعني لو أن زوجتك قالت لك يعني أنت لست شيخا فقلناها حقا أنا لست شيخا، هل أنا قلت لك يوما بأني شيخ؟ الناس هم الذين يقولون عني ذلك، لكن أنا في الحقيقة لست شيخا ولست شيئا. لا تنزعج، يعني هذا ليس من النشوز، هذا ليس من النشوز. مثلا ممكن تشتم أمك بطبيعة ما يكون بين النساء الأمهات وزوجات الأبناء من بعض التناحر والتقاتل، فلا تقول يعني شتمتني وهؤلاء نسوة، عند الغضب يقولن كلاما لا يسألن عنه. فالشتم هذا المتبادل في الأحوال العادية بين الزوجين أو من الزوجة هذا لا يسمى نشوزا، ولكن النشوز يكون خروج من البيت بغير الإذن، امتناع عن حق المعاشرة، تكرار البداءة في اللسان والإعراض عن الزوج. نعم. بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح ولا يرفعها إلى القاضي، فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز هجرها في مضجعها وهو فراشها فلا يضاجعها فيه، وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام. قال هجرها في مضجعها، يعني لا ينام معها في فراشها، لما في ذلك من أثر على نفس المرأة وتأديبها، يعني هذا الأمر مؤثر جدا في تأديب المرأة ونفسيتها. قال وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام. انظر مراقبة الشرع لتصرفاتك، أنت تهجرها في المضجع لكن هل تهجرها في الكلام؟ ممكن تهجرها يوم اثنين ثلاثة على الأكثر، أكثر من ثلاثة أيام حرام، لأنه يحرم عليك أن تهجر أخاك فوق ثلاثة أيام. يعني محاسبة شديدة ودقة شديدة لتصرفات الرجل مع زوجته. نعم. وقال في الروضة إنه في الهجر بغير عذر شرعي، يعني بغير عذر شرعي، يعني بأن كان الهجران لحفظ نفسه، لكن لو أنها ارتكبت معصية ارتكبت ذنبا فهجرها في الكلام، هنا الهجر في الكلام، فهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام لا حرج في ذلك، أيضا بغرض التأديب، نحن ليس عندنا انتقام ولكن عندنا تأديب، أنت تؤدب الزوجة إن عصت الله لا تنتقم،
لا نكره ولكن نؤدب برفق. نعم. وإلا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة، فإن أقامت عليه أي النصوص بتكرره منها هجرها وضربها ضرب تأديب لها. هجرها وضربها ضرب تأديب لها، يعني إن علم أو ظن أن الضرب سيصلحها، إن ظن أن الضرب سيصلحها يضرب. طيب هو جرب الضرب قبل ذلك ولم يصلحها، يبقى يحرم عليه تكرار الضرب، يبقى يضربها إن إيه؟ إن ظن أن الضرب إيه؟ سيصلحها، ويضربها ضربا غير مبرح، يعني ضرب غير مؤلم، ضرب ليس فيه ضرب للوجه ولا ضرب في المقاتل المواطن المهلكة، ولكن ضرب أشبه بالعتاب، ضرب أشبه بالعتاب، يعني مثلا في الذراع هكذا، ألم أقل لك لا تفعلي كذا، يعني ضرب أشبه بالعتاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يضربهن إلا لئيم، يعني كمان الأولى ترك ليه الضرب، الأولى ترك، هو جائز في حالة النشوز بغرض ليه ها التأديب، ليس بغرض ليه الانتقام، ليس بغرض الانتقام، ليس عندنا انتقام، ولكن بغرض التأديب، ولا بد أن تنوي عند الضرب ذلك، تكون هناك نية في القلب، وإلا أثمت، يعني إذا ضربت بغير نية تأثم، لابد أن تكون نيتك في الضرب ليه التأديب، إنما الأعمال بالنيات. كان أحد أئمتنا الشافعية كان إذا أراد أن يضرب ولده أتى به، ثم يعني يتوقف لحظة فيقولون له لماذا هذه الوقفة، قال حتى أنوي، حتى إيه أنوي، لماذا أضرب ولدي، ستحاسب على ذلك أمام الله، الضربة التي تضربها لولدك أو لزوجتك ستحاسب عليها أمام الله، فلابد منها، لابد فيها من الإيه النية. طبعا هو يعني يعني فيها على ما يفكر في النية يكون الولد قد إيه قد هرب، يعني إذا جلست تمكث تفكر في النية ماذا يحدث، هل سينتظر الولد حتى تنوي ثم تضرب، ها سيفر. أهل الله يخافون، أهل الله يخافون من الاعتداء، قد تضربها بغير حق، قد تضربها ضربا مؤلما، ضربا موجعا، ضربا يهلكها، فتحاسب أمام الله على ذلك. نعم. وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الجرم، يعني مثلا إن تلف عضو من أعضائها يجب دية هذا العضو، وإن ماتت من الضرب يجري عليه الإيه القصاص. نعم. ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، في حالة النشوز يسقط حقها في القسم وحقها في الإيه في النفقة، يسقط حقها في القسم وحقها في الإيه في النفقة. أذن المغرب أم لا؟ أذن؟ تفضل. أذن المغرب لم أكمل.
فصل في أحكام الخلع، وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصور، فخرج الخلع على دم ونحوها. فصل الخلع. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام عن النكاح وعقد النكاح وأحكامه وحقوقه، بدأ يتحدث في طرق الانتهاء منه أو طرق فسخه عند الضرورة وعند الحاجة. قد يحدث الزواج ولا يحصل التوافق بين الزوجين وتستحيل العشرة، فمن حكمة الشرع وعظمة الشرع الكريم أنه مشى معك في كل أطوار حياتك. في حال الزواج نظم لك الزواج، وفي حال الحقوق والواجبات نظم لك الحقوق والواجبات. طيب في حالة الفراق نظم لك أحوال الفراق، نظم لك أحوال فسخ هذا العقد الشريف، ونظم حقوق الأبناء أثناء الزواج وبعد الطلاق. فعندنا انتهاء عقد النكاح يكون إما من جهة الزوج بالطلاق أو من جهة المرأة بالخلع. من جهة الزوج بالطلاق أو من جهة المرأة بالإيه؟ بالخلع. قد يتعنت الزوج في طلاق امرأته ويتعمد الضرر بها، يتعمد إيقاع الضرر بها ولا يطلق، هي تكره الاستمرار وهو لا يطلق ويتعنت في هذا الحق، فالشرع أباح لها وأعطى لها نفسا حتى يعني تنتهي من هذه الحياة بالخلع. فكرة الخلع أن تفدي نفسها بالمال، أن تفدي نفسها بالمال، تعطي الزوج مهرها أو غير المهر قدرا ماليا أو عوضا ماليا، تعطيه الزوج على أن يطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعقد جديد وزواج جديد. فقال هو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها وهو النزع، كأن المرأة نزعت نفسها من زوجها. وشرعا فرقة بعوض مقصود، فرقة بعوض مقصود، فخرج الخلع على دم ونحوه. فرقة بعوض يعني في مقابل ايه؟ مادي، في مقابل ايه؟ مادي. فرقة بعوض يعني في مقابل ايه؟ مادي. قال في القرآن الكريم فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وفي الحديث في حديث يعني السيدة أم حبيبة بنت سهل زوجة سيدنا ثابت بن قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته
الحديقة دي كان مهر سيدنا ثابت أعطاه أعطاها لها كمهر، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالخلع يكون فيه الخلع يكون طلاق في مقابل ايه؟ عوض مال بعوض مقصود، بعوض ايه؟ مقصود. وفسر كلمة مقصود بقوله فخرج الخلع على دم ونحوه، لأن فسر كلمة مقصود أي له قيمة مالية تذكر. كلمة مقصود أي له قيمة مالية. لذلك قال إيه فخرج الخلع على دم ونحو. هل الدم هذا له قيمة؟ الدم الذي ينزل من الإنسان هذا نجس، ليس له قيمة. مثلا وكل شيء لا قيمة له. الشاهد أن العوض لابد وأن يكون له قيمة مالية تذكر. طيب إن حصل الاتفاق والخلع على هذا الشيء غير المقصود الذي لا قيمة له، ماذا يكون الحكم؟ يكون طلاقا رجعيا، يكون طلاقا رجعيا. احنا اتفقنا ان الخلع طلاق بائن، طلاق بائن لا تحل تملك به المرأة أمر نفسها، لا تحل المراجعة إلا بعقد جديد بإذنها ورضاها. نعم. والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، فإن كان على عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل. والخلع الصحيح قال والخلع جائز على عوض معلوم، سواء كان هذا العوض المهر أم غير المهر، يعني ليس شرطا أن يكون العوض هو المهر، ليس شرطا، لكن قد يكون المهر وقد يكون غير المهر، وقد يكون أكثر من المهر وقد يكون أقل من المهر، لا إشكال في ذلك على حسب ما يتفق عليه الزوجان. على عوض معلوم مقدور على تسليمه، مقدور على تسليمه. مثلا قالت له خالعني وأعطيك عبدي، وعبدها هذا مثلا آبق وضال لا يعرف أحد عنه شيء، فهذا غير مقدور على تسليمه فلا يصح عوضا في الخلع. قال فإن كان على عوض مجهول كان خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل، كان خالعها على ثوب غير معين، قال لها مثلا خالعتك على قطعة قماش مثلا، لكنه لم يبين نوعها وصفتها وثمن ولم يبين شيئا، فيقع الطلاق بائنا بمهر المثل. ننظر ما مهر مثلها ويأخذه الزوج، ننظر مهر المثل، مهر مثلها من الفتيات في يوم الخلع ويأخذه يأخذه الزوج. والخلع صحيح، قال والخلع اقرأ والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له أي الزوج عليها،
سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ. ويجوز الخلع في الطهر. قال والخلع الصحيح تملك به المرأة إيه؟ نفسها ولا رجعة له أي الزوج عليها. طبعا إحنا عندنا الخلع إيه؟ طلقة. الخلع إيه؟ طلقة تحسب من الطلقات الإيه؟ الثلاث. الخلع طلقة. قال ولا رجعة له أي الزوج عليها سواء كان العوض صحيحا أو لا. لأن العوض إن كان فاسدا مثلا خالعها مثلا على خمرة، خالعها مثلا على خنزير، على ميتة، هذا عوض إيه؟ فاسد. فالخلع يصح ويستحق الزوج مهر الايه؟ مهر المثل، تبين منه ويستحق مهر المثل. وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ. طبعا يعني يكون الكلام بقى ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. طبعا هذا إن كانت إيه؟ إن لم تكن الطلقة إيه؟ الثالثة. كان كانت طلقة أولى أو ثانية فله أن يراجعها بعقد جديد بإذنها ورضاها. لكن إن كانت الطلقة طلقة ثالثة خلاص، إن كان الخلع هو الطلقة الثالثة قضي إيه؟ الأمر، لا تحل له إلا بعد أن تتزوج لزوج آخر ويدخل بها وبعد ذلك يفارقها ثم بعد ذلك تحل للزوج الزوج الأول. نعم. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يكون حراما ولا يلحق المخترعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها. قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. سيأتي في أحكام الطلاق أن الطلاق يكون حراما إن كان في الإيه؟ في الحيض أو في طهر جامع الرجل فيه زوجته. يعني هذه أوقات يحرم على الرجل أن يطلق الزوجة فيه. الأول في أثناء الحيض يحرم عليه أن يطلقها في أثناء الحيض وهي حائض، والثاني يحرم عليه أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه. لماذا؟ لأن المرأة تتضرر بتطويل العدة عليها، هناك ضرر على المرأة. إن طلقها مثلا وهي حائض تنتظر أن تطهر من الحيض ثم يأتيها الحيض الثاني بعد شهر فيكون هذا أول حيض لها، فممكن العدة تدخل في 4 أشهر، فهذا في ضرر على المرأة. لكن هنا قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. لماذا؟ ما العلة في إباحة الخلع في الحيض وحرمته في الطلاق؟ من يفكر ويقول؟ نعم، لأن المرأة هي التي طلبت وارتضت تطويل العدة عليها، هي التي ارتضت. لكن في الطلاق الرجل هو الذي فعل أوقع بها الطلب، لكن هنا في الخلع هي التي طلبت الخلع وهي التي دفعت المال من أجل الخلع وارتضت بتطويل العدة، فهنا ارتفعت الحرمة. لذلك قال ويجوز الخلع في الطهر، يعني وإن جامعها فيه، يعني في الطهر الذي جامعها فيه وفي الحيض، ولا يكون حراما. لماذا؟ لأنها ارتضت تطويل العدة لنفسها.
قال ولا يلحق المختلعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها. يعني لو أن رجلا طلق زوجته وهي في العدة قال أنت طالق مثلا وهي في العدة، هذه طلقة رجعية، يعني يحل له أن يراجعها في فترة العدة دون إذنها ورضاها. طيب إن أوقع عليها طلقة وهي في العدة تحسب طلقة ثانية أم لا؟ يعني إن طلقها طلقة ثانية في العدة قبل أن يراجعها، واضحة؟ هو طلق زوجته طلقة رجعية ولا زالت في العدة، فطلقها طلقة ثانية وهي في العدة تحسب طلقة ثانية أم لا؟ تحسب عليه طلقة ثانية. طيب هل يلحق المختلعة الطلاق في العدة؟ يعني هو خالعها ولا زالت في العدة، هل لو طلقها طلقة ثانية في أثناء العدة تحسب طلقة ثانية؟ لماذا؟ لأنها بانت منه، أصبحت باهنة بينونة صغرى، لكن الطلقة الرجعية نزلت في حكم زوجته له أن يراجعها دون إذنها ورضاها. لكن الخلع طلقة بائنة، والطلقة البائنة لا تحل له إلا بعقد جديد ملكت به المرأة نفسها، فلذلك لا يلحقها الطلاق في فترة العدة بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا. واضح يا شباب الكلام؟ نعم. فصل في أحكام الطلاق، وهو لغة حل القيد، وشرعا اسم لحل قيد النكاح، ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار، وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. بعد أن تحدث في أحكام الخلع، ويبدو أن الإمام أبا شجاع كان يعني يميل للنساء ويرفق بهن ويطيب بخاطرهن كما هي عادة أهل الله، فبدأ بهن أولا بالخلع ثم ثنى بالطلاق. فالطلاق هو حق يملكه الرجل أو أعطاه الشرع للزوج لإنهاء أو لحل أو لفك قيد النكاح، ولا شك أن الطلاق وإن كان مباحا إلا أنه كما جاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله تعالى. لماذا؟ لما يتسبب فيه الطلاق من انتهاء الحياة الزوجية المعظمة المقدسة الميثاق الغليظ، ولما يترتب عليه من أضرار بالغة على الأبناء وعلى العيال وتدمير الأسر ونشر البغضاء بين العائلات والأهالي والأسر، أضراره عظيمة جدا وخطيرة جدا، لذلك أباحه الله ومع ذلك هو أبغض الحلال إلى الله تعالى. فقال هو لغة حل القيد، يعني فك القيد، وشرعا اسم لحل قيد النكاح، اسم لحل قيد النكاح. قال ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار، يعني في الرجل في الزوج التكليف، يعني بأن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح طلاق الصبي
ولا يصح طلاق المجنون، والاختيار فلا يصح طلاق المكره. إنسان وضع السلاح في رأسه وقالوا له يعني إما أن تطلق وإما أن إيه نقتلك، فهذا إيه مكره، حتى وإن طلق فإن الطلاق لا يقع ولا يصح لأنه مكره على ذلك. قال أما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. السكران طلق زوجته وهو سكران، ينفذ الطلاق ويقع الطلاق أم لا؟ ينفذ الطلاق ويقع الطلاق عقوبة له، عقوبة له. لكن طبعا هذا في السكران الذي تعدى بسكره، يعني الذي شرب الخمر عامدا متعمدا. لكن إنسان مثلا يعني دون أن أشعر أعطاني شيئا مسكرا وأنا لا أعرف ولم أتعمد ذلك وحدث وطلقت زوجتي، فطلاقه لا يقع في هذه الحالة لأنه إيه؟ لم يتعمد شرب الخمر. ولكن الذي تعمد وتعدى بشرب الخمر هذا طلاقه يقع عقوبة عليه. نعم. والطلاق ضربان صريح وكناية، فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق والكناية ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل قوله. قال والطلاق ضربان صريح وكناية، يعني ألفاظ الطلاق، ألفاظ الطلاق على نوعين، إما ألفاظ صريحة وإما ألفاظ كناية. الصريح لفظ لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، يعني قال لزوجته أنت طالق، لفظ لا يحتمل معنى آخر غير الطلاق، هذا معنى الصريح. والكناية لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، مثلا قال لزوجته أنت علي حرام أو تحرمي علي، هذا لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، قد يريد بذلك تحريم الجماع، تحريم القرب منها. فالصريح يقع به الطلاق فورا بلا نية، يعني لا يسأل فيه عن النية طالما أنه طلق تلفظ باللفظ الصريح، ها يقع به الطلاق فورا ولا يسأل عن عن النية، بخلاف الكناية اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق فإنه يسأل فيه عن عن النية، لأن اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، فالذي يفصل في هذا اللفظ هو النية، نسأله عن نيته، إن نوى طلاق وقع به الطلاق، إن لم ينوي الطلاق فلا يقع به فلا يقع به الطلاق. يبقى هذا هو الفارق بين الصريح والكناية، لفظ الصريح ولفظ الكناية. اللفظ الصريح لفظ لا يحتمل إلا إلا الطلاق، هو لفظ واضح ظاهر في الطلاق. لكن لفظ الكناية لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير غير الطلاق. قال ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل قوله. لماذا؟ لأننا اتفقنا أن اللفظ الصريح لا يسأل فيه عن النية. نعم. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق وما اشتق منه كطلقتك وأنت طالق ومطلقة، والفراق والصراح
ففارقتك وأنت مفارقة وصرحتك وأنت مصرحة. ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال وكذا المفاداة. هنا بعد أن قال لك بأن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى صريح وكناية، هنا ضبط لك معنى الصريح وقال الصريح ثلاثة ألفاظ واردة في القرآن الكريم. ألفاظ الطلاق الصريحة أين من أين تؤخذ؟ تؤخذ من الشرع، الشرع هو الذي حدد هذه الألفاظ. أي ألفاظ سوى ذلك لا تعد طلاقا صريحا حتى ولو اشتهرت بين الناس طلاق، لأن الذي يحدد ألفاظ الطلاق عليه الشرع، فقال ألفاظه ثلاثة: الطلاق والفراق والصراح. الطلاق والفراق وليه والصراح. قال وسرحوهن أو وسرحوهن صراحا جميلا، أو فارقوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء الطلاق مرتان. فهذه الألفاظ الثلاثة الصريحة الواردة في القرآن الكريم في الطلاق، أي ألفاظ سوى ذلك كناية. واضح؟ ها؟ واضح؟ أي ألفاظ سوى هذه الألفاظ الثلاثة كناية حتى وإن اشتهرت في الطلاق على ألسنة الناس. يعني مثلا هنا في مصر مشتهر بين الناس يقول لزوجته انت طالق، بالهمزه كده، انت طالق بالهمز بدل القاف، ايه همز. اشتهر ذلك بين الناس، هل هذا يعد طلاقا صريحا؟ لا، لا يعد طلاقا صريحا، وانما يلجا فيه الى ليه؟ الى النيه. ان نوى الطلاق وقع وان لم ينوي لم يقع. يبقى الفاظ ألفاظ الطلاق ثلاثة، الصريحة ثلاثة: الطلاق، الفراق، الإيه؟ الصراحة. إن غير أي حرف من حروف كلمة الطلاق تحول إلى إيه؟ إلى كناية. مثلا قال لها أنت تالق، بالتاء أبدل الطاء إيه؟ تاء. أنت تالق، هل هذا صريح في الطلاق؟ ليس صريحا في الطلاق. أبدل القاف همزة كالمصريون، قال أنت طالق بالهمز، لا يقع إيه؟ المصريون لا يقع إيه؟ طلاقهم، رفع عنهم القلم مما هم فيه. فننتبه، يبقى هذه ألفاظ الطلاق ليه؟ الصريحة الثلاثة فقط، أي لفظ سوى ذلك حكمه ايه؟ كناية. وإن اشتهر بين الناس في الطلاق لا يكون طلاقا صريحا، وإنما يرجع فيه إلى ليه؟ إلى النية. قال الطلاق وما اشتق منه كطلقتك وأنت طالق ومطلقة، والفراق والصراح كفارقتك وأنت مفارقة وصرحتك وأنت مصرحة. قال ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال. لفظ الخلع أيضا من إيه؟ من صرائح الطلاق إن ذكر المال. يعني قال خالعتك على كذا وذكر المال، لكن قال لا خالعتك فقط، هذا ليس من الايه؟ من الصريح، وانما يكون من الكنايه. يبقى لفظ الخلع متى يكون صريحا؟ ها، ان ذكر الايه؟ المال. قال خالعتك على 1000 دينار، هذا يكون ايه؟ صريحا في الطلاق. ما معنى الصريح؟ انه يقع عليه طلاقا ولا يسأل فيه عن النيه. وإذا قال لم أرد به الطلاق لا يصدق في قوله ويقع عليه الطلاق. نعم.
ولا يفتقر إلى النية ويستثنى المكره على الطلاق فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع وإلا فلا. قال ولا يفتقر صريح الطلاق إلى إيه؟ إلى نية، يعني فيقع الطلاق وإن نوى عدم الطلاق، يقع به الإيه؟ الطلاق، حدث الطلاق الإيه؟ الصريح. قال ويستثنى المكره على الطلاق فصريحه كناية في حق إن نوى وقع وإلا فلا. يعني الإنسان المكره هو ممكن يكون إيه؟ مكره، لكن بنيته وبقلبه يريد فعلا الإيه؟ الطلاق. فصريح المكره، المكره صريحه إيه؟ كناية. نسأله عن الإيه؟ عن النية. يبقى إذن هنا الشيخ يدلك على أمر مهم، أن الشخص المكره لا نحكم مطلقا بعدم وقوع طلاقه، وإنما نسأله عن الإيه؟ عن النية. فمع أنه لفظ صريح، لكن قرينة الإكراه صرفته عن إيه؟ عن حقيقته. فنسأله عن نيته، هل أنت وأنت تتلفظ بلفظ كنت تنوي الطلاق؟ قال كنت أنوي يقع، لم أكن أنوي، إذن فلا يقع ليه؟ فلا يقع الطلاق. يبقى المكره نسأله عن إيه؟ نيته. قد يكون فعلا مكره، ومع كونه مكرها ها يكون قد نوى الطلاق فعلا بقلبه، فهنا يقع عليه الإيه؟ يقع عليه الطلاق. يبقى الإنسان المكره نحقق معه في أمرين، الأول نحقق في كيفية الإكراه، يعني قال لي أنت أنا كنت مكرها، أقول له كيف ذلك؟ ما الذي حدث؟ أسمع منه، لأنه قد يظن أن هذا إكراه وهو في الشرع ليس بإكراه. الأمر الثاني نحقق معه في إيه؟ في نيته، إن نوى الطلاق وقع عليه الطلاق وإلا فلا. نعم. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. قال كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. طيب لفظ لا يحتمل أصلا معنى الطلاق، هل يقع به طلاق؟ إن نوى به الطلاق، مثلا يقول لزوجته قومي وقعودي واخرجي، ان قال انا قلت لزوجتي قومي وكنت انوي به الطلاق، هل يقع طلاقا؟ لا، لا يقع، لان هذا لفظ لا هو صريح ولا هو ايه؟ كنايه، فلا يقع طلاقا. يبقى الكنايه لفظ احتمل الطلاق واحتمل غير الطلاق، يبقى لابد في الكناية من أنه من كونه يحتمل ليه؟ الطلاق، لابد في الكناية من كونه يحتمل ليه؟ الطلاق، ليس أي لفظ يقوله الإنسان ويقول كنت أنوي به الطلاق نقول له هذا الكناية ويقع به الطلاق، لا، يبقى الكناية يشترط فيه أن يكون إيه؟ لفظا يحتمل الطلاق إما في اللغة وإما في عرف الناس، لكن لفظ أصلا لا يحتمل الطلاق لا في اللغة ولا في عرف الناس فلا يقع به طلاق مطلقا، حتى وإن قال نويت به الطلاق لا يقع به الإيه؟ الطلاق. نعم. ألفاظ الطلاق يعني كثيرة. نعم تفضل. فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا، وكناية الطلاق كأنت برية خلية الحق بأهلك وغير ذلك مما هو في المطولات. من مثلا كناية الطلاق كقوله أنت برية، برية يعني أنت برية من الزوج، برية يعني بمعنى أنت بريئة، فهذا لفظ يحتمل أنت بريئة من الدين، أنت بريئة من الزوج، أنت بريئة من العيوب، لفظ يحتمل إيه؟ الطلاق ويحتمل غير الإيه؟ الطلاق، فنرجع فيه للنية.
قال لها أنت خلية. طيب خلية من العيوب أم خلية من الزوج؟ لفظ كانت العرب تستعمله في الإيه؟ في الطلاق. قال لها الحقي بأهلك، آتي من العمل ولا أراك في البيت، اذهبي إلى أهلك. فهذا لفظ يحتمل الإيه؟ الطلاق، ويحتمل غير الإيه؟ الطلاق. فننظر فيه إلى إيه؟ إلى النية. نعم. والنساء فيه أي طلاق ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. وأراد المصنف بسنة الطلاق الجائزة، وبالبدعة الطلاق الحرام. فسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. النساء بالنسبة لوقت وقوع الطلاق عليهن على نوعين، نوع في طلاقهن سنة وبدعة، ونوع ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. فبدأ بالنوع الأول، الطلاق السني، أي الطلاق الجائز الصحيح الموافق للشرع، والطلاق البدعي الطلاق المحرم الذي حرمه الشرع. يبقى السني الذي أباحه الشرع، والبدعي الذي حرمه إيه؟ الشرع. قال وهن ذوات الحيض، يعني النساء اللاتي يحضن. قال فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، في طهر غير مجامع فيه، لأن الطهر الذي جامعها فيه قد يحصل فيه الإيه؟ الحمل. فحينما يطلق ويظهر الحمل بعد ذلك يندم الزوج، فالشرع قال له طالما أنك جامعت زوجتك في هذا الطهر فتمهل حتى يأتيها الحيض، فإن أتاها الحيض تكون قد تأكدت بأنها ليست إيه؟ ليست حاملة، فبعد انتهائها من حيضها طلقها. يبقى أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض، يعني في أثناء الحيض والمرأة حائض، أو في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي يعني محرم. طيب هو طلاق محرم لكنه ينفذ أم لا؟ ها؟ ينفذ، يعني يكون طلاقا واقعا طلاقا أم لا؟ يكون طلاقا باتفاق العلماء، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة، ووافقهم الشيخ ابن تيمية وغيره من بعض الفقهاء، لكن هو رأي الشيعة في البداية. لكن أئمة المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق في الإيه؟ في الحيض مع حرمته، يعني الزوج يأثم لكن الطلاق إيه؟ نافذ، ويحسب عليه إيه؟ طلاق، تماما كما لو باع إنسان شيئا في وقت صلاة الجمعة، البيع صحيح أم لا؟ لكن الذي باع إيه؟ يأثم، و يعني يأخذ إثم البيع في وقت صلاة الجمعة، لكن البيع إيه؟ صحيح ونافذ. فكذلك الطلاق صحيح ونافذ، لكن الذي طلق زوجته وهي حائض، أو طلق زوجته في طهر قد جمعها فيه، يأثم بذلك إثما عظيما. قال
وضرب يعني ونوع ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة، الصغيرة التي لم تحض بعد ليس في طلاقها إيه لا سنة ولا بدعة، والآيسة التي انقطع حيضها تماما، امرأة تقدمت في السن وانقطع حيضها لا يوصف طلاقها لا بسنة ولا بدعة، والحامل أيضا لا يوصف طلاقها بالسنة أو البدعة. لماذا؟ لأن الزوج يعلم أنها حامل وهو مع ذلك يطلق، إذن فلن يدخل فيه الندم، هو يعلم أنها حامل. والمختلعة أيضا، المختلعة ليس في طلاقها سنة ولا بدعة كما قلنا. لماذا؟ لأنها ارتضت الضرر بتطويل العدة على نفسها، هي التي طلبت، التي لم يدخل بها الزوج الشراح قدروا هنا الواو، يعني أي والتي لم يدخل بها الزوج، والتي لم يدخل بها الزوج يعني المرأة التي طلقت قبل الدخول أيضا ليس لها لا سنة ولا بدعة، التي طلقت قبل الدخول. فهنا لابد من تقدير الواو بعد قبل التي، أي والمختلعة والتي، أي والمرأة التي لم يدخل بها الزوج وطلقت قبل الدخول، أيضا هذه لا سنة ولا بدعة في طلاقها. نعم. وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المولى، ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ومكروه كطلاق مستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة وقد سبق. وأشار الإمام بالطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها. هنا قال وينقسم الطلاق باعتبار آخر، يعني باعتبار ما يعتريه من الأحكام الشرعية المختلفة. فقال يكون الطلاق واجبا كطلاق المولى. المولى هو الرجل الذي آلى من زوجته، يعني حلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر فأكثر، حلف ألا يجامع زوجته أربعة أشهر فأكثر، فهنا بعد أربعة أشهر يخيره الحاكم إما أن يرجع إلى زوجته ويعاشرها، وإما أن يفرض عليه الطلاق. فهذا واجب، يعني الحاكم يأمره بالطلاق في هذه الحالة. قال ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق، ومكروه كطلاق مستقيمة الحال، امرأة مستقيمة الحال وصالحة والزوج يهواها، لأنه قد تكون مستقيمة الحال والزوج لا يهواها، يعني لا يوجد وفاق ولا ميل إليها، فلا كراهة في طلاقها. قال وحرام كطلاق البدعة وقد سبق. وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسبح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها، وهذا طلاق مباح لا حرج فيه وإن كانت مستقيمة الحال ولكنه لا يهواها، وليس هناك توافق، يعني ليس شرطا في الطلاق أن يكون هناك عيب في الرجل أو المرأة، ليس شرطا، ولكن قد تكون مستقيمة الحال وهو مستقيم الحال، ولكن ليس هناك محبة
بينهما وليس هناك توافق بينهما. نعم صدر. فصل في حكم طلاق الحر والعبد. كناية. طلاق بالكتابة كناية. ينظر فيه إلى النية. طبعا إلا إذا كان أمام القاضي. فهذا صريح ما لا يحتمل الكناية. حتى وإن كان بهذه الألفاظ الثلاثة الكتابة عامة كناية. الكتابة كناية ينظر فيها إلى النية. فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة ثلاثة تطليقات، ويملك العبد عليها تطليقتين فقط، حرة كانت الزوجة أو أمة، والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد الكنت. يبقى بعد أن أخبر الشيخ بأن الطلاق جائز وفصل أحكامه قال كم طلقة يملكها الزوج على زوجته؟ هل من أول طلقة تنتهي الحياة للأبد وتغلق أبواب الرجعة؟ لا، من رحمة الله تعالى بنا أن فتح الباب، فإن حدث طلاق للمرة الأولى وحدث هذا من الزوجين فتح باب الرجعة، فإن حدث طلاق ثان أيضا فتح باب الرجعة للمرة الثانية، حتى إذا كان الطلاق الثالث فلا تحل له بعد ذلك إلا بزواجها برجل آخر. فالرجل الحر يملك كام؟ ثلاث تطليقات. يملك على زوجته ثلاث تطليقات، ويملك العبد عليها يعني على زوجته تطليقتين فقط. يملك العبد تطليقتين فقط على زوجته. قال والمبعض يعني العبد المبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن. العبد القن يعني الخالص الرق. العبد القن يعني خالص الرق. كل أنواع الرقيق سواء كان مدبر، إن المدبر هو الذي كتب له سيده عقدا بأنه سيكون حرا بعد موته، هذا عبد مدبر. والمكاتب أو المبعض هو الذي كتب عقدا مع سيده بأنه إن دفع له مبلغا معينا من المال بعد مدة كذا سيكون حرا لوجه الله. فكل أنواع الرقيق والعبيد لا يملكون إلا تطليقتين فقط، لكن الحر يملك ثلاث تطليقات. نعم. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا بأن يعد في العرف كلاما واحدا. قلنا الاستثناء الإخراج بإلا أو أحدى أخواتها. الإخراج أو إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها. إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها. إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها. إذا قلنا حضر الطلاب إلا محمد، فمحمد جاء بعد أداة الاستثناء، ماذا أفاد؟
أخرجته عن حكمه ما قبل أداه الاستثناء. قال جاء الطلاب إلا محمد، فذات الاستثناء أخرجت محمد من عليه من حكم الطلاب الذين حضروا. ف الصورة هنا أن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. إنسان بقى فقيه ونحوي ويريد أن يعني يظهر المهارات النحوية واللغوية في طلاقه زوجته، يعني هناك أصناف كذا يعني يأتون ويقول لي يا شيخ أنا ذهبت وفكرت واستخرت وقمت الليل أفكر في قرار الطلاق، ثم بعد ذلك جلست أمام زوجتي وقلت لها أنت طالق، وقلقلت القاف باللغة العربية. طيب يعني لماذا تأتيني إذن؟ يعني ماذا تريد مني؟ يعني أنا يعني أنا رجل مسكين أجلس في مكان عملي، لماذا تأتيني؟ أنت فكرت ودبرت واستخرت واستشرت وطلقت، فلماذا تأتينا؟ أرحنا منك. فيا عم الشيخ هل لها من رجعة؟ فهناك نوعيات هكذا تحب يعني التلاعب والتشدق بالألفاظ. فيقول زوجتي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ثلاثا إلا اثنتين أو إلا اثنتان. فهل يصح هذا الاستثناء؟ نعم، قال ويصح الاستثناء في الطلاق. يبقى لما يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يبقى إيه؟ وقع كام؟ طلقتان. أنت طالق ثلاثة إلا ثنتان وقع إيه؟ وقع إيه؟ واحدة فقط. يبقى ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا بأن يعد في العرف كلاما واحدا. يعني مثلا لا يقول أنت طالق ثلاثا ثم يذهب يتوضأ ويأتي ويقول إلا واحدة، لا هي ثلاثة خطي الأمر لأن حدث انقطاع. لكن قال أنت طالق ثلاثا مثلا ثم عطس أو أخذ نفسا وقال إلا واحدة، لا حرج في ذلك. قال ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، يعني ينوي الاستثناء، ينوي معنى الاستثناء بقلبه وهو يقول إلا واحدة أو إلا اثنتان. يجب أن ينوي ذلك يجب أن ينوي الاستثناء بقلبه. نفتش معه في النية، هل نويت الاستثناء؟ يعني الأمر ليس لفظ فقط ولكن لفظ يحتاج إلى نية الاستثناء. إن نوى فعلا الاستثناء صح ذلك. قال ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. قال ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى المستثنى منه. يعني لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هنا حدث استغراق المستثنى، استغرق المستثنى منه. ما الحكم؟ تقع عليه ثلاثا، يلغى الاستثناء. ما ينفعش الاستثناء يستغرق المستثنى يستغرق المستثنى منه. بين قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثة ويلغى الاستثناء.
فإن استغرق كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل الاستثناء. واضح؟ واضح يا شباب؟ هذا كلام مهم، وإن شاء الله في الكتب القادمة نتوسع أكثر في باب الطلاق، يعني في تدريب عظيم جدا على باب وملكة الإفتاء في هذه المسألة. نعم تفضل. ويصح تعليقه أي الطلاق بالصفة والشرط، فإن دخلت الدار فأنت طالق فتطلق إذا دخلت. يبقى قال يبقى يصح تعليق الطلاق بالصفة والشرط. قال أنت، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، يقع إيه؟ طلاق، طلاق المعلق هذا يقع عند الأئمة الأربعة، يقع طلاقا لا كرامة في ذلك. إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن جاء شهر المحرم فأنت طالق، أو إن حضر أخوك فأنت طالق. كل هذا المعلق على صفة أو على شرط يقع إذا تحققت الإيه؟ الصفة والشرط. نعم. والطلاق لا يقع إلا على زوجة، وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح، فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقوله لها طلقتك، ولا تعليقا كقوله لها إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. هنا المصريون يطلقون في أيام الخطبة، يعني قبل العقد تجد يعني طلقها ثلاث مرات أربع مرات في الخطبة، وهم لسه وهم في فترة الإيه؟ الخطبة، ويحلف بالطلاق وهكذا، يعني كما اتفقنا يعني لهم فقه خاص. يبقى الشاهد أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة، سواء كان طلاق منجز يعني في وقته أو طلاق معلق. يعني قال لامرأة مثلا مخطوبة له أنت طالق، كلام في الهواء لا قيمة له. قال إن تزوجتك فأنت طالق، كلام لا قيمة له. يبقى الطلاق سواء طلاق منجز يعني فوري الآن، أو طلاق معلق على شرط، لا يكون إلا على إيه؟ إلا على زوجة، أما غير الزوجة فلا يقع عليها الإيه؟ فلا يقع عليها الطلاق. تعرفون قصة الذي طلق يعني خمس نسوة في وقت واحد؟ طلق ايه؟ خمس نسوة في وقت واحد. تعرفون هذه القصة؟ هذا الرجل يعني كان في شد وجذب مع ومتزوج بأربعة، وفي شد وجذب مع زوجته الأولى فطلقها، فجاءت الثلاثة الأخريات إليه يعني سريعا، وقلنا له حرام عليك، حرام عليك ما فعلت، كيف تطلقها؟ فقال لهم وأنتن أيضا طوالق. كده كام؟ أربعة. فسمعته زوجة جاره فجاءت إليه وقالت له يا ظالم، تطلق أربعة في وقت واحد؟ فقال وأنت أيضا إن أذن زوجك طالق. فقال له أذنت. سمعه الزوج فقال له إيه؟ أذنت. فطلق الخمسة في وقت إيه؟ واحد. جبار. نعم. يبقى الشاهد أن الإيه؟ أن الطلاق لا يقع إلا على إيه؟ على زوجة. نعم. وأربع لا يقع طلاقه. طيب لو تزوج امرأة بدون ولي في مذهبنا هل هذا زواج؟ ها؟
وأتى للمفتي أن طلقتها مرة واثنين وثلاثة. هل هي أصلا زوجة؟ ها؟ هل هي زوجة؟ الذي تزوجت بغير ولي هل هذا زواج؟ يبقى هل هذه طلقات؟ يبقى لو تزوجها بولي يتزوجها بما له من الطلقات الثلاث، لأن الطلقات الثلاث الماضية كانت على غير محل، ليس الزوجة له حتى يطلق. يبقى الشاهد أن الطلاق لا يكون إلا على على زوجة. نعم. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون، وفي معناه المغمى عليه، والنائم والمكره، أي بغير حق، فإن كان بحق وقع. وصورته كما قال جمع: إقرار القاضي للمولى بعد مدة الإيلاء على الطلاق. يبقى المكره إن كان بحق، إن كان بغير حق فلا يقع الطلاق، لكن إن كان بحق كأن كان الإكراه على الطلاق من القاضي، كما قال إكراه القاضي للمولى بعد مدة الإيلاء على الطلاق، فهذا اسمه إكراه بحق، فهذا يقع. نعم. وشرط الإكراه قدرة المكره بكسر الراء. بدأ يتحدث عن معنى الإكراه. ليس كل من قال لك كنت مكرها تصدق، أنت فقيه، أنت مفتي، لابد أن تحقق ما معنى الإكراه وما الذي حدث، قص علي ما حدث حتى أحدد هل هذا إكراه أم غير إكراه. ليس كل كلمة تقال لك بأنها إكراه تصدق وتسلم بأنها إكراه، لابد أن تفتش وتحقق. نعم. وشرط الإكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها بولاية وتغلب أو تغلب، وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه ونحو ذلك. يبقى شرط قدرة المكره على تنفيذ ما هدد به، إنسان ظالم غشوم مجرم، وعجز المكره عن رد عدوانه، لابد من قدرة المكره على تنفيذ عدوانه وعجز المكره على رد العدوان. نعم. وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوفه به، ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحو ذلك. وإذا ظهر من المكره بفتح الراء قرينة اختيار بأن أكره شخص على طلاق ثلاث، فطلق واحدة وقع الطلاق. يعني إن حدثت قرينة اختيار قال له طلق ثلاثة فطلق واحدة، فهذا يدل على أنه له حرية اختيار، وأن التهديد ليس قويا، فهنا يقع عليه الطلاق لأن هناك قرينة اختيار. نعم. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف، فإن الطلاق المعلق بها يقع بها، والسقران ينفذ طلاقه كما سقر. قال وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل، ووجدت تلك الصفة في غير تكليف، ما معنى ذلك؟ هو قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، وهو بالغ عاقل مكلف، ثم أصيب بالجنون أصبح غير مكلف فخرجت من الدار، هل تطلق أم لا؟ ها؟ تطلق. هذا معنى كلامه إذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف يعني بالغ عاقل
ووجدت تلك الصفة التي علق عليها الطلاق في غير تكليف، أي في وقت كان فيه غير مكلف، فإن الطلاق المعلق بها يقع بها. يبقى العبرة عندنا ليه؟ بالوقت الذي فيه صدر اليمين ليه؟ المعلق. أما وقت وقوع الطلاق، وقت وقوع الصفة التي علق عليها الحكم، إن كان الزوج جن أو أغمى عليه، يعني ليس في حالة تكليف، فلا يؤثر ذلك في الحكم، ويقع الطلاق إن وجدت الصفة حالة إيه؟ حال جنونه أو حال غيابه عن الإيه؟ عن التكليف، فإن الطلاق المعلقة يقع بها. قال: والسكران ينفذ طلاقه كما سبق. هذا والله تعالى أعلى وأكرم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يسر لنا أمورنا وأصلح لنا أحوالنا. اللهم تقبل من حجاج هذا العام حجهم، وأكرمنا يا ربنا بحج بيتك الحرام وبزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.